اعتذر ان اقولك انك لص او حرامي وبتسرق نفسك، لكن الحقيقة ان اي شخص لا يؤمن بذاته وما بيستغلش قدراته الى اقصى حد ممكن بيسرق نفسه فعلا، وبيسرق احبائه، وكمان بسبب انخفاض انتاجه وابداعه فهو بيسرق المجتمع. طبعا مفيش واحد هيسرق نفسه عن قصد وهو مدرك ده، لكن الجريمة خطيرة، لان مش مهم اذا كنت متعمد ده ولا لا، لان في النهاية الخسارة واحدة. وهنا السؤال المهم، هل أنت مستعد للتوقف فوراً عن سرقة ذاتك؟